السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منا نحن كأمهات نحتار كيف نربي أبناءنا تربية صالحة، كيف نستطيع أن ننشئهم تنشئة في زمن كثرت الفتن، في زمن أصبح من الصعب علينا أن نراقبهم أو أن نكون خلفهم في كل مكان، في كل ما يفعلونه، سواء فوق الهواتف الذكية أو على الكمبيوترات، خاصة ونحن في زمن أصبح لكل شخص منا هاتف محمول يستطيع أن يشاهد ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخي نصيحة، الأم والأب عندما يكثرون من الكلام لأبنائهم افعلوا، صلوا، قموا واقرأوا، قموا واحفظوا، لن يفعلوها. إذا كنا نحن الآباء والأمهات لا نفعلها، لن يستطيع هؤلاء الأبناء أن يفهموا كيف يأمرني أبي بأن أقرأ القرآن وأنا لا أراه يقرأ، كيف تأمرني أمي بحفظ القرآن وأنا لا أراها تحفظ، أراها جالسة تتنقل من مكان إلى مكان، من موقع إلى موقع، ثم تأمرني بشيء هي لا تفعله وتنهى عن شيء وتأتي بمثله. عار عليك إذا فعلت عظيمه. عندما يراك ابنك تحفظين القرآن صدقيني سيحفظ، عندما يراك ولدك أنك لا تكذبين، أنك لا تسبين، أنك لا تلعنين، صدقيني سيقلدك لأنه رأى المدرسة الحقيقية تفعل هذا الشيء. وكما قال ابن المعري، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فالتفت إليهم وقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف مشيك المعوج واعدل، فإنك إن عدلت معدلوه، أما تدري أبانا كل عود يشب على ما كان عوده أبوه، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عودت ولدك على القرآن من صغره لن يضيعه الله، عودت ابنك على الصدق من صغره لن يكون كذابا عندما يكبر، عودت ابنك أنك معه تحفظين، أنك معه تقرأين، أنك معه تحبينه وتشبعينه بالحب والحنان، وأنت دائما تتكلمي عن رسول الله وتحاولي أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاولي دائما أن تزرعي فيهم الصفات الحسنة، صدقيني سيتولى الله رعايتهم وسينبتهم نباتا حسنا. وكان أبوهما صالحا، فأكثري من الدعاء وأكثري من الالتجاء إلى الله عز وجل: ربي أصلحهم لي، ربي إني عجزت عن تربيتهم فربهم لي، أعني يا رب على أن أنشئهم تنشئة صالحة ترضيك عني. وتذكري أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيسألك الله عن هؤلاء الأبناء: أحفظتي أم ضيعتي؟ الأخوات التي يتركن أبناءهن وبناتهن أمام التلفاز، أمام الهاتف، أمام الكمبيوتر، لا يسألون ولا يراقبون ولا ينظرون ماذا يشاهدون، ستسألين وستقفين بين يدي الله عز وجل ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. قالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة ولا كبيرة. سأل الله أن يبارك فيكن وأن يحفظكن وأن يصلح لي ولكن النية والذرية، وأن يجعلهم لنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.